كابتن عادل. بكلمك بمنتهى الامانه، يعني ما اتعملتش بصوره كويسه. النادي الاهلي ما عملهاش بصوره كويسه، كان جهاز او لاعبين. بمعنى انا تمام كلامك واصل جدا. بمعنى انك انت لما تيجي عندك اجزاء من السنه، المفترض انت كجهاز او كمسؤولين فنيين عن الفرقه وقادرين حتى ودكاتره واحمال وكل الحاجات دي، انك انت بتحلل ثلاث اجزاء الموسم، التلت الاولاني، النص، التلت الاخير، واخطرهم على الاطلاق التلت الاخير. اذا كنت انت وصلت لدرجه انك انت فرقه زي كامبالا سيتي تخسر منها اتنين، فلازم تعرف انك انت تجاوزت الخطره. بمعنى ان مجموعه اللاعبين المتواجدين بيدافعوا عن النادي الاهلي النهارده، مش هقول لا يصلحوا، لكن اقدر اقول لك انه مفيش تجانس. يعني معناها ان احنا ما عملناش حسابنا اليوم ده. الفرق الكبيره دائما بتبقى عندها حته انه بشتغل على الفتره الاطول. الاستراتيجيه بتبقى مهمه. الاستراتيجيه بتبقى مهمه. يعني النهارده اقول لك حاجه باختصار اللي انا شفته في الملعب. روح لاعبين مفيش النهارده، ما حسيتش بيها. الحاجه الثانيه، اللي يضيع يلاقي. انت ضيعت من ايدك مكسب كبير. ليه المكسب الكبير اللي انت ضيعته؟ علشان رعونه في الاداء، في تخليص الجول، الهدف. انت بتلعب بره، دايما الفرصه غاليه. عشان كده في لعيب غالي ولعيب مش غالي. انت فاهمني؟ فانت النهارده ضيعت فرص كتير منك انك انت تكسب الفرقه دي 3 و4 و5 كمان. فالمقابل ايه؟ المقابل جه انك انت في الناحيه الثانيه اتضربت جونين. الحاجه المهمه تغيير طريقه اللعب والسيستم في وقت قليل قوي. يعني البنالتي اللي ضاع من وليد سليمان، فوليد سليمان اتغير، فغيرت طريقه اللعب ل 4-4-2. هي بتتلعب كده لان مروان محسن وصلاح محسن لعبوا جنب بعض، خلاك في وقت قليل شلت كمان، نزلت لعيبه، عدم تجانس. يعني انا عايز اقول لك في، يعني انت كنت مضطرب جدا في الفتره. علشان فاكر لما قلت لك كابتن ميدو، الفرق الكبيره دايما اللي بتاخد فيها جول قبل في الاستوديو قبل المباراه، قلت لك لما يدخل فيك هدف ما بتعرفش تعوضه في اخر السنه، لانك انت واخد على انك انت اللي بتجيب هدف الاول. هو ده بقى الاستراتيجيه اللي انا بعملها التلت الاخير من السنه، ان انا احافظ على تجانس اللعيبه، على طريقه اللعب، على قوه اللعيبه، على اللعيبه اللي عايزه تعمل حاجه. انت فاهمني؟ انا شايف ان الاعداد النفسي ليهم كان مش كويس في المباراه، شايف الاعداد البدني ليهم مفيش راحه كويسه. الحاجه الثانيه المهمه اني غياب ذهني خالص، وده من احسبها بقى، ممكن تحسبها ارهاق، عدم تجانس، ممكن تحسبها لاعبين نفسهم ما عندهمش ثقه في نفسهم. ما انت يا كابتن ميدو في حاجه مهمه عايز اقول لك حاجه. انا اللاعب اللي يبقى منفرد وهدف ممكن يجيب الهدف بثقه المدرب بيه. انت فاهمني؟ ايوه طبعا طبعا. يعني انا ما تضغطنيش، ابقى مضغوط، عايز اعمل حاجه كويسه، انزل عايز اعمل حاجه كويسه. هو ده الاعداد النفسي للاعب، انك انت تخليه هو نازل ارض الملعب تخليه عنده ثقه في نفسه، ما يبقاش مضغوط. تمام.